استثنائية مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا صباح بحضرتك، الخير. صباح الخير. بالتأكيد بنتكلم في أمن قومي مصري، قطاع مهم جدا جدا، في اهتمام كبير ونقلة نوعية في هذا القطاع، لكن خلينا نتكلم بشكل سريع عن أهم التحديات اللي كانت بتواجه هذا القطاع وإزاي تم التغلب عليه. طيب يعني صباح الخير الأول، أهلا واسمحي بحضرتك. لي إن أنا طبعا أشكر حضرتك على المقدمة، وبالتأكيد حضرتك يعني لمستي النقطة الأساسية إن القطاع الزراعي حاليا والأمن الغذائي هو أصبح أمن قومي في المقام الأول، طبعا وده يمكن رؤية القيادة السياسية حاليا موجه اهتمام كبير جدا لهذا القطاع. يمكن بالتأكيد لدينا تحديات زي ما حضرتك ذكرتي واضحة، أبرز هذه التحديات بالنسبة لنا هو التحدي الموارد المائية وندرتها ومحدوديتها بشكل كبير جدا. احنا دولة بتعتمد بشكل كبير جدا على مياه نهر النيل عبر الحدود اللي هي بتمثل حوالي 97-98% من موادنا المائية. عندنا دولة تعتبر من أكثر دول العالم جفافا، عندنا نسبة أمطار ضئيلة جدا، عندنا مياه جوفية محدودة وغير متجددة، فبالتالي يعني موادنا المائية لا تتناسب مع يعني احتياجاتنا بشكل كبير. التحدي الثاني بالنسبة لنا هو التفتت الرقعة الزراعية، وازاي ان احنا دلوقتي في تعديات اللي حصلت أدت ان يعني الرقعة الزراعية بالنسبة لنا تفتتت وجزء كبير منها تم التعدي عليه. التحدي الثالث بالنسبة لنا ما ننكرش كمان التغيرات المناخية وتأثيرها بشكل كبير جدا على القطاع الزراعي المصري، وازاي النهارده بيأثر سواء كان على الانتاجيه في حد ذاتها او كمان بيأثر على يعني نوعيه المحاصيل وغيرها. كل دي تحديات ادت في النهايه ان احنا بنواجه يعني تحديات يمكن بتأثر بشكل كبير على كل مواطن مصري وعلى الدوله المصريه واحتياجاتها بشكل كبير جدا في قطاع الزراعه. طيب دي حاجه مهمه جدا، اتكلمنا على التحديات، خلينا نتكلم بقى على ازاي تم التغلب عليها. يعني حضرتك قلت ان ندره المياه، ودي من اهم التحديات بالتاكيد، ان الرقعه الزراعيه قلت بشكل كبير وتم التعدي عليه. خلينا ازاي نعرف ايه الخطوات اللي تم اتخاذها على ارض الواقع علشان التغلب على هذه يعني يمكن التحديات. ابرز حاجه بالنسبه لنا يمكن ازاي ان احنا بنعظم استفادتنا من موادنا المائيه المحدوده دي. وطبعا لو قلنا ان في فجوه كبيره فاحنا موادنا المائيه لا تتجاوز حوالي 60 مليار متر مكعب، ونأكد ان هي ثابته على وهي مدى ثابته العصور. كمان يعني احنا عدد السكان بيزيد وهي موارد يعني ثابته. اسمحي لي، ان كان حصتنا من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب من سنه 1870 تقريبا، حوالي 150 سنه، اكتر من 150 سنه، ايام ما كان الشعب المصري حوالي 10 مليون، النهارده 120 وهي نفس الحصه الموجوده. فبالتالي في محدوديه كبيره، الدوله المصريه اتجهت بشكل كبير جدا انها تسد الفجوه دي من خلال حاجه اسمها اعاده استخدام المياه. فهناك مشروعات ضخمه جدا ومكلفه جدا زي محطه بحر البقر المعنيه ب يعني معالجه مياه الصرف الزراعي والصحي من مصر في بحر البقر، وكمان يتم استخدامها بشكل كبير في التنميه في شرق القناه في سيناء، وايضا محطه طلعت الحمام، وازاي ان احنا كمان مياه الصرف الخاصه بمصر زي مصرف ادكو ومصرف العموم المياه دي كمان عشان ننتج في اليوم الواحد حوالي 7.5 مليون متر مكعب برديه علشان نقدر نستثمر فيها ونعمل توسعات في غرب الدلتا. بنستهدف ان احنا زي واقعتنا الزراعيه المحدوده اللي ذكرت حضرتك اللي هي لا تتجاوز يعني 9 مليون متر فدان، وده طبعا لا يتناسب مع احتياجاتنا. فدلوقتي في استهداف ان احنا يكون قومي. عندنا مشروعات قوميه ان كانت في غرب الدلتا او في شرق القناه في سيناء او حتى في توشكا وشرق العوينات. بنتكلم ازاي ان احنا كمان نعظم بشكل كبير جدا يعني ترشيد استخدام المياه، فهناك مشروعات قوميه خاصه بتاهيل وتطوير الترع، او كمان بنتكلم على استخدام تطبيق طرق الري الحديثه علشان نقدر ان احنا نستخدمها بشكل امثل. يمكن دي ابرز المشروعات القوميه. عايز اوضح بس ان هذه المشروعات مكلفه جدا، في استراتيجيه مصريه او الدوله المصريه ل 2037 خاصه بالموارد المائيه في ضوء يعني رؤيه مصر 2050، ودي طبعا في يعني كل الدول كل احنا كمان تم تصنيفنا ان احنا من الدول القلائل على مستوى العالم اللي بتستخدم المايه او بتعيد استخدامها 4 مرات، وده رفع كفاءه استخدام المايه، حاجه اسمها الافشنسي او كفاءه استخدام المايه، ان احنا تعدينا 85% من اعاده استخدام المايه من خلال زي ما حضرتك ذكرتي 3 و4 مرات بعد طبعا معالجتها عشان طبعا تكون نحافظ على نوعيتها انها نقدر نستخدمها بشكل امثل. طيب نروح بقى للركيزة الأساسية في هذا الملف، الفلاح المصري. الفلاح المصري بالتأكيد علشان يعني حاله اختلف بشكل كبير جدا عبر عقود، كان الحقيقة بيعاني وكان عنده مشاكل كبرى في كل حاجة الحقيقة، كان زي ما بيقولوا كده مظلوم في هذه المنظومة. لكن الفلاح المصري كان عنده بعض المشكلات في خصوص التعاون الزراعي والتعاونيات يعني، وبنتكلم كمان في مستلزمات الزراعة. إيه
أبرز الخطوات اللي تم اتخاذها لدعم الفلاح المصري؟ يعني الفلاح المصري هو كيزة هذا الملف وكيزة الزراعة المصرية، فبالتالي كان لابد من الدولة المصرية أن تنظر الفلاح بشكل كبير، خصوصا أن هناك توجه أعتقد عند كثير من المزارعين يعني الخروج من هذا القطاع بشكل كبير. نحن نتحدث عن قطاع يخدم ما يتجاوز يعني 40 مليون نسمة بشكل مباشر وغير مباشر. لما نتحدث عن قطاع في ليس الفلاح فقط ولكن كل العاملين في هذه المنظومة يستفيدوا من القطاع الزراعي. الفلاح المصري بالتأكيد زي ما حضرتك ذكرت قطاع التعاونيات، كان حتى في مجلس الشيوخ طرحنا دراسة متعلقة بالتعاونيات، هناك بعض التشريعات اللي محتاجين ننظر ليها لدعم الفلاح. بنتكلم على مستلزمات الإنتاج اللي حضرتك ذكرتيها المتعلقة بتوفير التقاوي، وايضا ازاي نقدر ان احنا نوفر كمان الاسمده، وازاي نحن نوفر احتياجاته بشكل مباشر. بنتكلم كمان نقطه حضرتك ذكرتيها خاصه بدعم المباشر ليه، احنا بنتكلم عن وثيقه ودي احتياج قادم يمكن طرحناه في برنامج الرئيس اللي طرحناه بتنسيق شباب الاحزاب والسيين في ملف يعني الزراعه او بنتكلم عن مجتمع زراعي متماسك، فقلنا ان من اهم ان احنا ازاي نطلق وثيقه تامينيه للفلاح علشان يقدر ان احنا نساهم وندعمه ويقدر كمان ان هو يستمر في هذه المنظومه ياخد حقوقه الاساسيه واهمها طبعا تحقيق حياه كريمه للمزارع والفلاح المصري. طب اخيرا بقى عشان وقتنا للاسف انتهى، لكن بنتكلم على التغيرات المناخيه اللي اثرت بشكل كبير برضو على هذا القطاع على مستوى العالم بالتاكيد مش مصر بس، لكن طبعا من خلال البحث العلمي التوصل بقى واستنباط العديد من السلالات اللي بتقدر او تتماشى مع التغيرات المناخيه. يمكن ده القطاع البحثي من اهم القطاعات الموجوده، مركز القومي للبحوث الزراعيه، مركز بحوث زراعيه وغيره من المعاهد والمراكز البحثيه داخل مصر حريصه خلال الفتره الاخيره تستنبط العديد من السلالات والتقاوي اللي هي او البذور اللي قادره على مقاومه التغيرات المناخيه بشكل كبير، ان كانت ارتفاع درجه حراره او نقدر نقول جفاف وغيره. بنتكلم كمان انها تكون يعني هنضرب مثال مثلا بيت الارز على سبيل المثال، أيوة تم استنباط بعض السلالات القادرة على تحمل الجفاف، قادرة على أنها تستخدم كميات مياه أقل، يكون قدرتها على إنتاجية أكبر، وده بنسميه في هذا المجال هناك توسع أفقي. الدولة المصرية حريصة أن احنا ازاي نوسع أفقيا من خلال التوسعات في الأراضي الصحراوية، وأيضا توسع رأسي من خلال أن احنا ندعم البحث العلمي علشان نقدر أن احنا نزود إنتاجية الفدان الواحد من أي منتج ومن اي زراعات الموجوده. في نفس الوقت كمان يكون في الارض المده بتاعته او زي ما بيقولوا الدوره الزراعيه بتاعته بتبقى اقل. وتكون ما هي الفتره اللي هي الاقل عشان نقدر نستخدمها اكثر ما هو، فبدل ما نزرع زرعتين في السنه نزرع ثلاثه في السنه. شكرا سياده النائب محمد ماهر السباعي وكيل لجنه الزراعه والري والموارد المائيه بمجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، شكرا لكل حضرتك معانا. وشكرا لكل هذه المجهودات بالتاكيد. شكرا. نروح لأنا المصري النهارده هنتكلم عن الفنان القدير الراحل احمد راتب في ذكرى ميلاده، نشوف تقريره ونرجع نكمل مع حضراتكم.